ستة رجال شروا من عندك، شروا طيب، ومعهم سيارتين اثنين جيوب شيصان من أول، هذا تقريبا لها 45 سنة القصة، وراحوا للرملة. واحد من الجيوب فيها البنزين، وواحد من الجيوب فيها الماء والمؤونة، ويقرصون مع بعض يصيدون أرنب ويمشون مع بعض ورا بعض، ولا جاء في الليل أحيان يبعدون عن بعضهم شوي، هذا يبعد شوي وهذا يبعد شوي، ومعهم الرصاص الشعال هذا من أول ما فيه لا قارمن ولا شيء، يقول العلامة نضيعنا بعض الرصاص الشعال تطلقون في السماء يبين اللون ونجيكم على الوجهة ونعرف محلكم. المهم يا طويل العمر خذوا لهم تقريبا 8 أيام، باقي يومين، هم مخططين على 10 أيام، باقي يومين ويرجعون. قعدوا مع بعض واستانسوا ذيك الليلة وكلوا من صيدهم وأمرحوا، ويوم جم بكرة يفللون المواتر بنزين، كل فلل الموتر، قالوا احنا بنطلع في ذا الجهة نقص وانتم في ذا الجهة قصوا، والوعد هالمراح ذا، وان جاء ضوا علينا ليل ولا شيء العلامة هالمارية هذه. المهم راحوا ذولا في جهة وراحوا ذولا في جهة. سبحان الله العظيم، أحيان لوك مخك نظيف وتدل، لكن رب العالمين أحيان يطل ينطلق في مواقف تعرف قوة رب العالمين وضعفك سبحانه وضعفك أنت. فضاعوا اللي معهم المؤونة عن ربعهم، هذا اللي يدورون وهذا اللي يدورون. طبعا اللي معهم البنزين ما عليهم خطر، لأن معهم اللي بيوردهم على الماء وعلى الخير، معهم البنزين، وهذا اللي معهم المؤونة ومعهم ماء. المهم الربع ذولا داروا 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 وينقطع بهم البنزين، أهل المؤونة وأهل الماء وقعدوا في محلهم، انقطع البنزين، يتحرون أحد يجي، يتحرون أحد يجي، يترفعون ياكل مشاريف ما حولهم أحد، ويقومون يتشاورون هم أخوياهم، قالوا إيش رأيكم؟ قالوا شوف الراي معنا الشراع ذا بنحطه عن شمس بس، وبنقعد في محلنا لين يجينا، أما يجونا أخويانا ولا، وإن جاء لاجي الليل أبطلق بالشعال زمنهم يجون. يوم أضوى عليهم الليل ويجي يدور في الرصاص الشعال يدور، أثناء قلت خلص من الليالي اللي راح ما عاد معهم إلا رصاص عادي للي ما يشعل. قال والله يا الربع الظاهر إنه على ما قال، لكن الحين حنا تحت رحمة الكريم، كلنا تحت رحمة الكريم سبحانه. المهم ومعهم سلوقيين، وهذولك معهم سلوقيين، هذولك في مترهم سلوقيين، هذول معهم سلوقيين. قال مير بروح انا واحد منهم، بروح بالسلك ابى تقاس قسم ان القى شيء مير ناكله الحيمتن ولا شيء نحطها مع اللي معنا، ويطلعون على رجليهم اثنين، ويقعد واحد قال انا بقعد عند الموتى، ويروحون رجليه يمشون ويمشون. يوم جو في هاك المشراف سبحان الله العظيم ورقوا عليه ناظرون، ولا سنهم يشوفون شيء يلمع لمعه مثل لمعه القزازه، استغرب قالوا الشمس تضرب فيه النهار، هم في هو في نهار يتقصقص مع مستلق إيه؟ ولا لمعه بينه يعني مثل القزازه. قال ما تخوي انت تشوف اللي انا اشوف؟ قال اي والله اشوف. قال وش ويجون يمشون لاهالي يلمع. يوم جو يا طويل العمر ولا طرف الغماره بينه وقزازه، قزازه جيب شخص موتر من دفن، من دفن لا حقه، ويقومون يبرحون التراب، يوم برحوا التراب ذا يناظرون ولا هاك الشايب امتحل في وسط الجيب، امتحل المره سبحان الله العظيم. ويعودون لاخوياهم ويجون لاخوياهم رفيزهم ذا، قالوا فلان، قال نعم، قال احنا لقينا رجال امتحل. وش السوات؟ قالوا السوات وش؟ قال في موتر. قال مير خلونا نحفر يمكن نلقى فيه بنزين، ويجون عاد هم معهم عده كريك ومعهم، ويجون يا طويل العمر يدلون يحفرون عن التانكي، يدورون التانكي يحفرون ويفتحون واحده من البيبان عقب ما برحوا اللي فيه الشايب ذا،
يفتحوه يقولون ما فيه إلا الحيتة والباقي كلش متحلل متحلل يمكن له 6 شهور أو 7 شهور لا ما مع هالحالة. المهم قالوا لازم نبرح للسيارة نحفر لها مرة نطلعها. المهم يبرحون ويوخرون الرمل من الصندوق خذ لهم يمكن يوم كامل وهم يحفرون بالكراكات. أثر معه تانكي في الصندوق مليان من التوانك الحديد ذي مليان بنزين وتانكية فيه بعد بنزين ولا يدرون ايش سبب موته لكن سبحان جعلها رب العالمين نقذت لهم. عبوا لهم جيك وراحوا الموترهم عبوه وشغلوه ويجون. قال اللي معهم ذا سبيرهم قال لازم نسحبه ونطلعه على مشراف ما حنا مخلينا هنا ونطلعه في محل الرفيع عشان ما يندفن الموتر وبنبلغ عنه نبلغ ان اجي لقينا رجال متحلل. خذوا لوحة الموتر ومعلوماته اللي فيه وطلعوا عبوا موترهم بنزين من الموتر وعبوا جيكهم بنزين وطلعوا في هاك المحل يا طويل العمر وسحبوا الموتر ورفعوه فوق. المهم صكوا الموتر على الرجال ومشوا. ويوم قضبوا ذا وجاءوا المركز قالوا يا الربع قالوا نعم قال حنا لقينا جيبن هذه لوحته وهذه أوصافه في رجال شايب متحلل. قال هذا له بلاغ عليه بلاغ يمكن من 6 شهور مفقود. الرجل هذا مفقود عليه بلاغ من 6 شهور سبحان الله. شف مات الرجل هذا في هالمحل عشان ينقذهم من الهلاك سبحان الله العظيم. فهذه فيها عبرة سبحان الله العظيم. موت حياة وسلامتكم وسلامة السامعين. كتب الله أنه يموت في هالمكان لينقذ هؤلاء وكتب الله أن هؤلاء يقضى عليهم البنزين في هالمكان عشان يكتشفونه ويعلمونه هله. شو التسخير الإلهي سبحانه من الله عز وجل. السلام عليكم أيها الأخوة. من هنا من صحراء النيجر ما بين أغدس ودركو بعد منطقة تسمى بير طويل أو بير طويلة للذين يعرفون المكان. كما تشاهدون صحراء هذا الاتجاه في كل ما ترونه هو نفس الصحراء الصحراء نفسها أصفر في الأرض وأزرق في السماء لا حيوان ولا ماء ولا شيء. تقطعت بنا السبل تعطلت السيارة ولنا 3 أيام في النهار شمس حارة لا تستطيع أن تقف عليه إطلاقا ننام تحت السيارة أو ننتظر من يأتينا لإسعافنا.